المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت ومركز سرطان الأطفال ينظمان لقاء داعما للمرضى وعائلاتهم. اللقاء شاركت فيه الأميرة دنيا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي قامت بجهود عديدة ضد هذا المرض في العالم. نظم المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت ومركز سرطان الأطفال في لبنان لقاء خاصا حول كيفية تقديم الخدمة للمرضى وعائلاتهم بمشاركة وحضور الأميرة دينا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان. انتو كلياتكم كل المنظمات الغير حكومية قديش عم تنضموا مع بعض، قديش عم بتشاركوا تجارب بعض، وهذا اشي صراحة يعني ما بقدر اقولكم قديش مهم، لانه ما في وقت. إحنا وضعنا بالعالم العربي والتحديات الموجودة أمامنا، إن كان من تغطية مرض السرطان، كتير أشياء، الباليتيف كير، البريفنشن، الأنتي سموكينج، وصراحة يعني شايفة زي ما تقولي بالعين المجردة قديش أنتوا عم بتقوموا بجهد عظيم وكواليتي كتير عالية، وطبعا هذا إشي لازم تفتخروا فيه ولازم تضلوا، وأنا كتير سعيدة إنه هذا اللقاء لسه كم تعملوا تضامن أكبر للجهود مع بعض على أساس إنه يعني خلينا نقول تنقذوا حياة عدد أكبر من الناس. اللقاء هدف إلى تقديم سلسلة مشاريع ليستمر المركز بتأمين العلاجات الكافية للأطفال في ظل العبء الاقتصادي الذي يمر به لبنان وتكاثف نسبة الحالات السرطانية في المنطقة. ونحن اليوم فخورين إنه المركز عم يقدر يتوصل إنه يكون عم بيعالج أكثر من 35-40% من كافة الأطفال المصابين بمرض السرطان بلبنان. هالأطفال البعض منهم لبناني والبعض مش لبناني، ونحن خلال الفترات الأخيرة اللي من وراء الأزمة اللاجئين السوريين هلأ حالياً عم بيكون عندنا 22% اللي هن أطفال غير لبنانيين. مش مهم يكون موجود العلاج، مهم نكون عم نقدر نأمنه للأطفال، لأنه أوقات كتير أطفال بتحرم من هالعلاج لأن ما معهم كلفته. فاليوم مهمة المركز يكون عم بيأمن هذا العلاج. وقد حضر اللقاء جمعيات ومؤسسات غير حكومية تعنى بأمراض السرطان بشكل مباشر وغير مباشر، علما أن مركز سرطان الأطفال يستمر منذ أكثر من 17 عاما بتقديم العلاجات من دون أي كلفة على الأهل وباعتماد كلي على السياسة المستدامة لجمع التبرعات.